السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. خزن غذائك فورا. ما الذي يرعب دول العالم من دعوة الصين مواطنيها الى تخزين المواد الغذائية؟ خلق طلب الصين من مواطنيها تخزين المواد الغذائية الضرورية قلقا ورعبا عبر وسائل التواصل الاجتماعي في العديد من دول العالم، حيث ان ردة فعل العالم على طلب الصين من مواطنيها تخزين الطعام يدل على المكانة الاقتصادية الكبيرة التي وصلت اليها الصين في الاقتصاد العالمي، غير ان بعض المراقبين يرون ان ذلك مبالغ فيه وان رعب العالم من وراء الطلب الصيني سببه عدم الشفافية التي خلقت ازمة ثقة من طرف دول العالم تجاه الصين بعد ان اخفت المعلومات المتعلقة بفيروس كورونا وتطوره. وبما ان الصين لم تحدد اسباب دعوة مواطنيها تخزين قدر كافي من المواد الغذائية، فقد كثرت التساؤلات والتكهنات داخل الصين وخارجها، ومنها أن الصين اتخذت قيودا مشددة لمواجهة انتشار أي عدوى لكورونا للوصول إلى صفر إصابة، وهو الاحتمال المنطقي الذي يفسر طلب الصين من مواطنيها تخزين المواد الغذائية. كما أن الكوارث الطبيعية المتكررة التي تعرفها الصين، فهناك جفاف في شمال الصين وفيضانات في جنوبه، كانت إحدى هذه الأسباب، خاصة وأن الصين تمثل سدس سكان العالم، لكنها في المقابل لا تتوفر إلا على 9% من الأراضي الصالحة للزراعة وعلى 6% فقط من المياه العذبة. ومعنى ذلك أن الصين تعتمد على الواردات الخارجية بشكل كبير، الشيء الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال الأسابيع الأخيرة بنسبة تقدر ب 16%. كما أن فرض الإغلاق الكلي للمناطق التي تكتشف فيها العدوى عرقل بشدة إمدادات توزيع المواد الغذائية، ثم إن الصين تعرف أزمة إمدادات الطاقة من غاز ونفط وفحم اللازمة للتدفئة والمصانع، وأدى ارتفاع أسعارها إلى إغلاق العديد من المصانع خلال الأسابيع الماضية. لذلك من الطبيعي أن تضطر الصين إلى تطبيق إجراءات الأمن الغذائي بالتدخل الفوري عند احتمال حدوث أي نقص في إمدادات المواد الغذائية في كل جهات البلاد. وقد أعلن الصين أن الوقاية من الوباء والسيطرة عليه لا يزال قائما ومعقدا، إذ تتواصل حالات العدوى بكورونا انتشارها بوتيرة سريعة. ولهذا فمن الملاحظ أن هناك خوف من المجهول ظهر في الاستعدادات الخفية في كثير من الدول، خاصة الدول الكبرى، فقد اتخذت ألمانيا منح الصين حيث دعت مواطنيها لتخزين المواد الغذائية والشموع والراديو في كل منزل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.